طيب المقررات التموينيه يمكن الشهر ده الناس سحبت معاها المطهرات يا استاذ هشام، يعني حضرتك عارف انها بقت مهمه دلوقتي في ظل كورونا، ان الناس عايزه يبقى معاها المطهرات الكولونيا، ان دي تكون متوفره زيها زي المقررات التموينيه بالظبط، لانها الحقيقه بقت ضروره الناس بتجيبها وبتشتريها وحريصه انها يعني تكون معاها. اتفضل يا فندم. طبعا احنا عندنا جميع الحاجات اللي هي المطهرات موجوده، وموجوده بوفره، ويعني زي ما صرح سياده الوزير بيتم صرفها كمان على المقررات التموينيه، لو اي حد محتاج اللي هي الكولونيا او اي حاجه من المطهرات بياخدها في المقررات التموينيه، ما فيش ادنى مشكله. يعني دي بياخدها ضمن بطاقه التموين جميعها ومتوفره ضمن، يعني يقدر يصرف زي ما بيصرف السكر والزيت والدقيق وكده، يقدر ياخد بدلهم كولونيا مثلا لو عايز. ممكن ياخد كولونيا ومتوفره بسعر اللي هي 34 وبسعر 36 اللي هي 250 مللي كولونيا. تمام. الاسماك بقى يا استاذ هشام في المجمعات الاستهلاكيه، وده برضو يعني ممكن يكون حتى استهلاكها في شهر رمضان قليل، ولكن دي برضو بتعمل توازن مع الناس، يعني احنا عارفين استهلاك اللحوم اكتر، الدواجن اكتر، لكن بالنسبه للاسماك وضعها ايه في المجمعات الاستهلاكيه؟ الاسماك يعني لو بصينا هنا المجمع زي مجمع احمد عرابي موجود الاسماك الطازجه والاسماك المجمده بجميع انواعها برضو باسعار لا تقل عن 25%، ده بالاضافه الى ان موجود برضو شوي وقلي بالنسبه للاسماك، يعني اللي عايز اي وجبه جاهزه موجوده، وموجود برضو خدمه التوصيل للمنازل، يعني لو اي حد بالتليفون ممكن بيطلب اسماك، عايز مقلي عايز مشوي، بتروح له الحاجه لغايه البيت عنده. يعني ممكن يقدر ياخد بقى تيكاوي، يعني تعتبر برضه بتشتغل ياخدوا تيكاوي او يطلبوا دليفري بالتليفون. هو عايزه بيوصل. بيطلب دليفري بالتليفون لاي سلعه، اسماك مشويه اسماك مقليه اي حاجه هو عايزها بتوصل له لغايه البيت، ده طبعا بالاضافه برضه الى خدمه التوصيل في السوبر ماركت، خدمه توصيل في الخضار والفاكهه، خدمة توصيل في اللحوم، يعني خدمة توصيل الطلبات متوفرة هنا في جميع الأصناف. نسب أسعار السمك يا أستاذ هشام، وحضرتك كلمتنا على اللحوم والدواجن، الأسماك بقى الأسعار بتاعتها أخبارها إيه؟ يعني زي ما قلت لحضرتك برضو أسعار الأسماك يعني لا تقل تخفيضاتها عن السوق الخارجي في حدود 25% على الأقل. طيب هل في موجود جميع أنواع الأسماك؟ هل في بالنسبه للخضروات مثلا اي سلع حضرتك بتشوف انها طبيعه للموسم او طبيعه لشهر رمضان، هي ممكن تكون مرتفعه التكلفه دلوقتي شويه او ثمنها عالي شويه، ولا كل الاسعار الحمد لله عندنا مستقره وفي المعدلات الطبيعيه؟ لا الاسعار عندنا مستقله وفي المقررات، وبالنسبه مثلا للخضار والفاكهه دي بتنزل بصفه يوميه، بتبقى موجوده في المجمع من الساعه 8 صباحا، بتيجي الخضروات طازجة. لو بصينا للأسعار مثلا لو قلنا سعر الطماطم هتلاقيها 4.5 جنيه، سعر الخيار 8 جنيه، سعر الليمون طبعا على أساس برضه عليه سحب اليومين دول عشان برضه الوقاية، سعر الكيلو 16 جنيه، سعر الفلفل الرومي 9 جنيه، سعر الكوسة 8 جنيه، سعر الجزر 6 جنيه، البطاطس 4 جنيه، البصل 5.25، ودي كلها أسعار أقل من السوق الخارجي طبعا مع الجودة، مع أن هي بتبقى نازلة طازة يوميا، يعني جميع الخضار بيوصل يوميا من سوق العبور، بيبقى في حدود الساعة 8 بيبقى متوفر في المجمع كميات الخضار، وكميات برضو تم ضخ كميات كبيرة من الخضار في الفترة اللي هي فترة فيروس كورونا.